باش تعرف سألتي ليا بزاف 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 بزاف. استاذي اسمعني، شوف اسمعني يا الاستاذ، انا بيني وبينك المحكمه، اسمعني نقول لك بيني وبينك المحكمه. ثانيا انا كنعرف حميد مزيان، حميد لو انه كان بغى يبيع ويشري كون راه ارشي ملياردير دابا في المغرب. الاستاذ انا اسمعني اسمعني، انا رسم لي على كرامتي والسمعة، انا ضربت عليه الحبس لسنين باش نبقى نقي. راه انا ما عمري طلبت من عند شي واحد شي فلوس، وما عمري تبزدت في شي ملف. هذا الموقع ما كيتلقاش فلوس اخوتي المغاربه، هذا الموقع كيعيش بالكفاف. اخوتي المغاربه مرحبا بكم، واحد السيد كينصب بسميتي على عباد الله. نعاودكم قصه قبل ما نعرض عليكم التسجيلات. شكيب مصبر واحد من الاصدقاء ديالي الرائعين والاوفياء، هذا صديق عزيز، مشيت عنده في اطار واحد القضيه يعني عائليه البارح في الصباح. شاكيب مصبر عدل مشيت عنده كنهضر معاه، قال لي سي حميد، قال لي واحد السيد راه هضر معايا باش نهضر معاك وشي حاجه، قال لي ولكن انا ديك الهضره ما طمئنتلاش، راه كنعرفك حميد انت ماشي ديال هادشي. قلت له شنو؟ قال لي راه كيقولوا السي المهداوي 5000 درهم وينقص لينا شويه. قلت له كيفاش؟ بقيت مصدوم. قلت له عيط، قلت له قريب السيد سي شاكيب، قال لي قلت له عيط له دابا يجي. جا داك السيد جلس معنا، قلت له الشريف، قال لي سي، قال لي واحد السيد راه كنعرفو هو اللي قال لينا السي المهداوي راك نعطيه 5000 درهم والمهداوي هضر على القضيه. قلت له كيفاش الشريف؟ واخا تقدر تهضر مع السيد دابا قدامي. عيطنا لذاك السيد، عيط له قدامي. سمعوا خوتي المغاربه، هذاك السيد اللي عيط ما غنديرش يعني الصوت ديالو، اللي اساسي هو تسمعوا هذا الشخص، هذا الشخص اللي كينصب بالسميه ديالي. ومن بعد غتسمعوا حسن اليوسفي، انا غنجيكم القصه الحقوقي في تيفلت غيطلقه، وغنسمعكم عاوتاني مكالمه جريتها من الاستوديو البارح من هنا مع هذا الشخص اللي كينصب بالاسم ديالي. وفي اخر الحلقه غنقول لكم ما هي العبره من هذه الحلقه، علاش اختاريت هذه العمليه، طبعا الى جانب المسطرة اللي غنسلك ديال القضاء. سمعوا خوتي اش كيقول هذا السيد هذا، سمعوا، نتمنى ربما الصوت يوصلكم مزيان. واحد النقطة مهمة، غيقولوا المهداوي غيقولوا واش مول موقع بديل، هذاك يقول اييه، غيقولوا هو هذاك. كنا هضرنا معاه وقت نهضروا في هذا الشيء اللي مكلفة بالكوميرسيال، انا عندي شي وحدة مكلفة بالكوميرسيال المغاربة؟ ما عمري كانت عندي شي بنت في تاريخ مساري المهني مكلفة لي بشي كوميرسيال. قلت لها كونتاكت، قلت لها بانه غادي يدير الاوقات باش كيبغي يهضر على شي موضوع كيتخلص، سامي السيجي اللي بغيت يدوي عليه. سيدي كندوش معاه انا زعما باش دوش معاهم هذا في الايميل، حيت هو ما كيبغيش يعطيو النيميرو التليفون ديالو، حيت دجا خلاص دابا قالوا المهداوي ما كيبغيش يعطي الايميل التليفون ديالو. التليفون ديالي عند وقيله في فنلندا وكاينه في هولندا، عيطوا لي على الدبابات بالتليفون ديالي، العالم كيعرف التليفون ديالي. قالوا لا ما كيبغيش يعطي التليفون، حتى واحد ما عنده التليفون المهداوي، كنتعاملوا معاه مع بالايميل. واحد السيده مكلفه بتأت سيد بعدا لاسباب رعيت فيه، سمعت شي حوايج، شي خطبه ولا شي بنت ولا عائليه، ما بغيتش ندير له صورتو وسميتو، لهاد الاسباب راه عيط له. سمعوا خوتي سمعوا. دابا اوبيرسون ما كانش كيعطينا النيميرو التليفون ديالو. لا هادي كوميرسيال ديالو اللي كتكونتاكتي الناس، هي اللي زعما مكلفه بكل شيء ديالو. لا ما كنتش عليك، ما عنديش علاقه، حيت شي هضرنا كي عطى الايميل ديال الشركه ديالو ديال القناه ديالو. والله ما عرفت الطريقه حيت ما تولتش انا خديتها غير زعما المعلومات هكا وصافي، هادشي اللي خديت. كان خدام معايا ونوض معايا واحد الصداع، شو معقول هذه العباره؟ كان خدام معايا ونوضت انا وياه صداع، عقلوا هذه المعلومه، نوض معايا صداع، كان خدام معايا معلومه مهمه ونوض معايا صداع، اذا كيعرفني. حيت هو ملحد. هذاك الايميل ديال القناه ديالو هذاك، ما بغيتش يكونتاكتيو الناس ولا بغيتش يدوز لك شي ميساج ديالو ولا. اوكي ونكملوا نكملوا هذاك الشيء ديال الصغير، انا غادي نكون الدري صحابي اللي كانوا خايفين معايا وكذا راه باقي معايا، راه ديجا يكون عندهم التليفون ديالو. لا المهداوي 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 معروف، واحد اللي كاين المهداوي اللي معروف، واحد اللي كاين، عقلوا هذه المعلومه، كاينه واحد حيت ملي سمعوا مكالمته عقلوا هذه المعلومات. دابس انا والمهداوي شخصيا جوج، كاين المهداوي واحد، ها واحد الوقت يقول كاين جوج مهداويات، غير سمعوا. واحد اللي كاين قاعد في المغرب كامل هو هذا، هو هذاك هو هذاك، هو اللي قلت لكم ايميل. علاش قال هو هذاك؟ حيت قطعت الصوت ديال الراجل الاخر، الراجل الاخر ما بغاش يبان في الصوره. اش قال له؟ قال له واش المهداوي مول الموقع بديل؟ جاوب هو، قال هو هذاك هو هذاك، مول الموقع بديل، عقله مول الموقع بديل. ولا كيخدم؟ هو هذاك اللي كنت تهضروا معاه زعما، قلت لكم النيميرو بيرسونيل ديالو، هذا اللي كنت تهضروا معاه، ما تهضرونيش انا، حيت هو راه ما قال لهم عافاكم عام تجبدوا سميتي انا معاه، هو راه ما كيحملش الامور الدينيه. علاش؟
كيعرف واحد جوج الناس كانوا معايا خدم 15 يوم على ما قال هو، كانت العقل تو المغاربه على النقاش ديال الشيخ والشيخه، كان خرج لي واحد خينا خدم معايا 15 يوم بالضبط ودار موظف، دابا هو خدا ديك المعلومات من تما. شوفوا 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 بلاتي بعدا باش نكمل معكم هذا النقاش الزوين. شنو هو النصب في القانون الجنائي باش تعرفوا شنو هو النصب؟ يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 500,000 درهم. عقلوا ها أركان ديال جريمة النصب: من احتال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة. أعطيكم أمثلة باش تعرفوا شنو هي جريمة النصب. بحال مثلا واحد السيد جري على واحد السيد من الخدمة، هذاك اللي مشى من الخدمة اللي تطرد من الخدمة باغي يرجع لخدمته، كيقلب على أي طريقة، أنا محتال ونصاب، مشيت عنده قلت له غتعطيني واحد 5 مليون وغنرجعك للخدمة، ولكن قبل ما نمشي عنده ما معنى تاكيدات خادعه، لاحظوا النصاب اش كيدير. مشيت عند داك الشخص اللي خدام عنده بلا ما يقلق ومشيت وسلمت عليه، نقدر انا ما سلمت عليه ملي سلمت على داك المدير ديالو، واخا المدير ما كيعرفنيش بلا بيز وضحكت انا وياه، انت من بعيد ما كتسمعش كنقولو، كنقولو هاد شبهتيني مع فلان، هاد شبهتيني مع فلان، ما سامحاش الضحيه، ولكن ملي كيشوف الضحيه عن بعد تسليمه تيقول تيعرفو هادي هي كتوقع الضحيه في الغلط بتاكيدات خادعه. اكدت لك انني كنعرف ملي كنجي عندك كتعطيني 5 مليون كتعطيها ليا، كتعطيني ديك الخمسة المليون وفي الحال ما كنخدمش. إذن هذا هو الأركان: ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة. دابا هذا الشخص استعمل ديك المعطيات وهذاك الشخص اللي كان روج داك التخربيق ولا كيعرفهم، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، بحال داك اللي وقع داك الخطأ كتستغل أنت واحد الخطأ داك الضحية، وداك النصاب كيستغل داك الخطأ لكي يوقع الضحية في شباكه ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصلحة أو مصلحة الغير المالية. إذن هاد السيدة اللي كيهضر معايا الاركان التكوينيه ديال العناصر التكوينيه ديال جريمه النصب متوفره فيه. يوقع الشخص كنعرف بديل، كان معايا واحد الشخص خدا فيديو بغى المال في اخر المطاف، بغى المال. سمعوا خوتي المغاربه باش نكمل معاكم، سمعوا نكملوا واش كيقول. نقدر نصيفطهم ليا، ما عرفتش والله، شفت شي طريقه نصيفطهم ليا انا بلا ما يعرفني بديك الطريقه، انا نحاول نصيفطهم ليا انا عاد هادوما عندوش كونت بحالكم. سمعتوا؟ دابا واش قال الامور الدينيه باش هذوك الناس ما يفكروش يتواصلوا معايا؟ هو عزلهم بالمنطق الديني، هذاك السيد راه ملحد وردوا بالكم وراه ما كيصليش، وعلاش جبتو مع سيدي ربي ولا كيعرف. دابا المغربي ملي يسمعك ما كيبغيش يهضر معاك، اذا تعالوا عندي انا نتواصل معاك كنعرفوا، عطيو ديك الاسئله قريتكم ان شاء الله انتم ما تواصلوش معاه. شوف طريقه النصب كي دايره. يعني مشيت في باريس طلع لي مزيان، سمعتوا هادشي اللي جرى؟ مشيت جيت انايا انا وشكيب، بقينا دخلنا مره والحلم شي قدام شكيب مصبر، قال لي سير مداوي مستعد نشهد لك داك الراجل ضاخ مزيان ما كاين باس. قال لي شكيب مصبر، قال لي حميد انا عارف هذا الشيء يستحيل عليها باش انا غادي. سمع خوتي المغاربه غنعيطوا، عيطت انا الحسن اليوسفي في تفلت الحقوقي السي حسن اليوسفي صديق، قلت له حسن واحد النمره خديتها من عند واحد السيد عافاك، شوف لي من يكون هذا الشخص اللي كتهضر بسميتو. عاودت الحسن القصه قلت له اش كيدير اش كيدير كحقوقي؟ قال لي حميد ما كنقبلوش هذا الشيء، هذا الشيء هذا قال لي ماشي كيضرك انت، قال لي غيضر المجتمع ديال تيفلت كله، قال لي خصنا نعرفوا هذا الشيء، هذه جريمه خطيره جدا. حسن مسكين استنفر، انا نجري مشى حسن تلاقاه، من تلاقاه حسن سمع احسن تسمعوا من عند حسن، حيت في الاخر نقول لكم علاش هذه القصه مهمه اخوتي، ماشي كترتبط بي انا وفقط. سي حسن. اهلا سي حميد. حسن رائع، بخير يا حسن؟ كيداير سي حميد؟ الله يحفظك يا سي حسن، بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا حميد. سي حسن انا بديت ديك العمليه ديك داك الموضوع ديال البارح ياك؟ اييه. انا درت واحد التوطئه وسمعت المتتبعات والمتبعين داك الشيء اللي وقع مع اما في المكتب ديال السي شاكيب مصبير بحضور داك السيد. الله يعطيك السر الى منور انت المتتبعين والمشاهدين. منين عيطت لك انا قلت لك سير تاكد شكون هو هذا السيد، شنو جرى بينك وبينه السي حسن؟ الله يعطيك السر. مرحبا مرحبا سي حميد. اولا سي حميد بالامس كما كتعرف انت وباش نوضع الراي العام في حقيقه ما جرى بالضبط، اتصلت بيا كتسول على واحد الشخص في مدينه تفلت اللي تواصل مع شي ناس ووهمهم على انه ممكن ان الموقع ديال بادي يتقاضى عمولات ماليه باش يطريطيني الفات ديال الناس، فسولتني باعتبار انا ابن مدينه تفلت واه وكحقوقي اييه
بحكم الزماله اللي كتجمعني انا وياك. صحيح سي حسن. فقلت لي الله يخليك انت صديق ديالي، بغيت غير تاكد لي شكون هذا السيد هذا. انا بدوري كنت في نفس الموقع وفي نفس الوضع القانوني ديالك. كنت كنجهل هذا السيد هذا، ربطت به الاتصال. قلت له السلام عليكم بخير لاباس؟ قلت له خويا واش انت في فلوس؟ شنو كدير؟ قال لي انا ودي كرياتور ديجيتال، تنصاوب لي باج بروفيسيونيل ديال لي ريزو سوسيو، تندير لا كرياسيون ديال لي سيت ويب. قلت له واش كتعرفني انا؟ قلت انا مدير ديال مؤسسة المغرب الانداء. قلت له واش كتعرفني؟ قال لي كنعرفك. قلت له واش ممكن نتلاقى انا وياك؟ مشيت تلاقيت انا وياه ايفيكتيفمون حدا المكتب عندي في الدارية في مقهى فرانكفورت. اييه. تلاقيت انا وياه، قلت له واش انت هذا العمل اللي كدير مستقر مانصالي هنا في تيفلات ولا شنو؟ قال لي انا خدام مع واحد المجموعة عقارية معروفة ديال الحاج الوردي. اها. قال لي انني مكلف ليه بلا جيستيون ديال لي ريزو لي باج ديال لي ريزو سوسيو ديالو وديال لو سيت ويب ديالو، وراني ايفيكتيفمون في التليفون. قلت له واش عندك شي باج بروفيسيونيل ديالك نتايا؟ اها. قال لي هي. صافي طلعت على لاباج ديالو، شفت الصور ديالو، شفت عينة من ديك الاعمال اللي كيدير، وانا نمشي مباشرة بغيت نتأكد من داك الادعاء اللي كيروج للناس ديال انه سبق لي خدم مع موقع بديل مدة 6 شهور وانه مابقاش كذا. شحال قال لك حسن؟ حسن اسمح لي هذه مهمة. شحال قال لك المدة خدم مع موقع بديل؟ قال لي 6 شهور. نتمنى المتتبعين يعقلوا على هذه المعلومة. 6 أشهر. أها. أنا حاولت نكون أوبجيكتيف معاه باش ما نظلموش ولا باش ما نكونوش أننا كنتحاملوا عليه ولا باغي نتحاملوا ليه ولا شي حاجة. مشيت ما بغيتش نجبد له كاع بديل. قلت له واش سبق لك خدمتي في شي مؤسسات اعلاميه اللي معروفه؟ قال لي ودي خدمت في شوف تي في، خدمت في بي ان، خدمت في قنوات تلفزيون، خدمت في الجزيره، خدمت في واحد لابواط دو برودكسيون سميتها ابداع برودكسيون ابداع تي في. وجبد لي بالفعل شي امور كان كيدير لانيماسيون ديالهم ديال في واحد البلاطو اللي عندك ابداع تي في. فوصلت ليه انايا قلت له راه كاين مؤسسات كبيره، قلت له بحال موقع بديل، بحال هيبه بريف، وحاولت ندوز مع بديل بعض المواقع الكبيره. قلت له واش ما سبق لكش طونتيتي لا شونس في اتجاه اخر مع مواقع المستقله؟ قال لي لا. قال لي بديل راه سبق خدمت معاه 6 شهور وقع لي شنآن معاهم ومشيت. فتحفظ انه يكشف طبيعه النزاع اللي وقع داخل بديل. انا مباشره قال لي واش ما لقاش عندك الرقم ديال سي المهداوي؟ انا اتصلت بك فيديو. اييه. قلت لك سي حميد، قلت لك سي حميد هو السيد كيتواجد معايا في قهوه. اييه. قال لي راه فاجئني، قلت لك راه فاجئني باللي راه سبق خدم معاك 6 شهور. وانا بكل صدق كان الهدف ديالي هو نبروفي لكل المتتبعين باللي راه هاد السيد هذا اللي تيقول انه خدم مع موقع بديل ها هو اون لين مباشره اون فيديو مع حميد. لقيتك انت اون غوت، كنت في لاكوندويت سايد. اييه. قلت لي السي حسن انا دابا غنعيط لك مباشره بحال عاتبني. قال لي لا ما كنتش دير فيديو، ما بغيتش نهضر نتواصل معاه. قلت لي انت خدمتي مع السيد 6 شهور راه عندك معاه علاقه. قلت لي وكتقول للناس اللي راك ديجا راه توصلت لهم عنده. قلت لي وين البروبليم لا هضرتي معاه اون فيديو؟ كنظن ما كاينش مشكل. قلت له ما كنظنش كاين اشكال. قلت له حميد راه صديق ديالي. قلت له دابا انت كتستعمل ليماج ديالو في واحد الاتجاه اللي ماشي صحيح. قلت له خصك تكون شويه موضوعي. فناض مشى للقهوه. قال لي انا مشى. عاودتي انت ايفيكتيف مربط بيا الاتصال. قلت له دوز لي هاد السيد راه انا ما كنعرفوش. لقيتيه مشى. لقيتو مشى. شعرتك باللي راه مشى. قلت لك اودي هاد السيد راه مشى. الهدف من هادشي كامل سي حميد علاش انا البارح خديت الانيسياتيف معاك؟ اولا لانني ولدت فلت. ثانيا انا كنعرف حميد مزيان. حميد لو انه كان بغى يبيع ويشري كون راه ارشي ملياردير دابا في المغرب. كون حتى واحد ما يوصل لذاك الشيء اللي ممكن حميد يدير غير في القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه وزيد 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 وزيد. فبان ليا ليماج ديال واحد المؤسسه اعلاميه اللي عندها لا كريديبيليتي سميتها بديل انها توشى بهذا الشكل هذا المنحط. فاخلاقيا خصنا تزيدوا تسلط عليه الضوء. الله يحفظك يا حسن وشكرا بزاف. ومن جهه اخرى خصني توضع حد لهذ الممارسات ديال الناس اللي كيندسوا داخل الجسم الاعلامي تيسيئوا لهذ المهنه النبيله. الله يحفظك ابو حسن وشكرا لك سي حسن بلا حدود. شكرا يا حسن. تحيه سي حسن. تحيه. اذا كما سمعتوا اخوتي المغاربه دابا غنعرض عليكم المكالمه من بعد ما حسن دار معاه. غنجي للاستوديو هنا وغنتصل بهذا الشخص غنسمعوا منه اشنو كيقول ومهمه تسمعوه
نتمنى تكونوا عاقل عن القطط اللي تار مهمه. سمعوا خوتي المكالمه غتجري بيني وبينه. نتمنى وهي جاوبنا. لاباس سيدي بخير. صافا كي داير بخير؟ حقك ربي يخليك. انا معاك المهداوي. اي سيدي المهداوي بخير. اه لاباس. راه كان معاك حسن اليوسفي عيط ليا. وي. شنو كدير انت؟ شنو كتصاوب؟ انا نورمالمون خدمت كاميرا مان. اها. وخدمت جيستيون ديال لي ريزو سوسيو. اها. كي كرياسيون دي بيبليكاسيون هذا وديجا عندي دي بونس ديفلوبمون انفورماتيك. كرياسيون ديال لي سيت ويب. وشنو اخر؟ هو ريسبونسابل كوميونيكاسيون دابا اللي خدام حاليا. عرفتي فلت خدام غير في تيفلت؟ دابا في تيفلت دابا راك تخدم مع. لا والله ما والله ما خدمتي في شي مواقع الكترونيه قبل؟ وي خدمت مع ابداع بروتكسيون. كنت خدام انيماتور ديال واحد البرنامج ديال ابداع دوز كيشتغل في الناس المعروفين في المغرب في الويب المغربي. اها. وخدمت خدام معاه هو ريسبونسابل ديال الكوميونيكاسيون وجيستيون ديال الريزو سوسيو. مزيان مزيان. انا راه صاحب الدراري كانوا خدامين معاك. الله يا ودي نعرفهم. طلعت راك خدام معاهم قالوا لي كانوا خدامين معاك وهذا راك نعرفهم. وانت علاش ما عمرك خدمتي معنا؟ انا كنت خدام معاهم هما كانوا كيعطيوني شي بروجي ديالك وكنت خدمت معاكم بحال قلتي فريلانس. لا انت عمرك خدمتي مع بادي عمرك خدمتي معايا؟ خدمت معاكم ا ديستونس ما كنتش عارفيني زعما كون راه خدام معاكم. كيفاش ما فهمتش هذه الفكره؟ دابا كنخدم معاك. شكون هو سميتو؟ خدم معايا شي 4 شهور ولا كذا. وشكون هذاك خدم 15 يوم معنا اي 15 يوم؟ هو انا كيعطيني مره مره شي حوايج ديالكم كنقدم شي كره. كيفاش بحال اش حوايج؟ مثلا الترك ديال الخدمه عندو شي حاجه خصها تمونطاج شي حاجه بحال ما كنتش كنعاونو فيها. لا واش كتسمى خدمتي مع بديل ولا ما فهمتش هذه الفكره؟ دابا انت كتسمى خدمتي معاه. خدمت معاه. وي اي خدمتي ماشي مع موقع بديل؟ لا ماشي مع موقع بديل. هكاك حيت قال لي اليوسفي قلت له خدمت مع موقع بديل وشي. يعني يعني كانت شي حوايج ديالي كتدوز في موقع بديل كتسمى بلي راه داز معاكم وصافي. كتسمى ديك بهذا المنطق كتسمى شحال خدمتي شحال المده؟ ماشي بزاف ماشي بزاف. انا وي شي تكون شي شهرين بحال هكاك. شي شهرين؟ شهرين بالضبط. واخا اجي نقول لك السي وشنو كتعرف عليا انا؟ ما عمرك ضل كتعرف كدير المحتوى صراحه مؤخرا كنت كنقلب على الكونتاكت ديالك. كنت كندي واحد الكليون خدام معاه كثيرا. اها. كان خاصو عنده واحد المشكل مع الشركه العامه ديال المطارات. اها. وباغاك تهضر عليه. شكون هذا؟ وقال لي يخلصك كلشي. كيفاش؟ قلت لك بغيت تهضر على المشكل ديالو مع الشركه ديال المطارات. هو عنده شركه ديال الصيانه ديال الطائرات. اها. هما في قانون المنافسه اللي كاين في المغرب كيشاف باش انه فيرمو ياخذ ذاك البروجي. وشحال قال لك كيخلص؟ شحال كيخلص قال لك؟ قال لي شحال يكون كيتخلص هو؟ قلت له انا اذا كان زعما يقدر ما بين ثانيين حتى ديميل ما عرفتش انا بالضبط. قال لي شوف لنا معاه كذا 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 كذا. سالمي بين سالمين ديميل. ها؟ هادشي اللي قلت لك انا زعما كوم خدمت على ليزونسيونسور. شنو كيدير هاد السيد شنو كيدير؟ هو عنده شركة ديال الصيانة ديال الطائرات. هو بحال قلتي كان شي العام هذا هو خدام كيدفع على هاد البروجي هذا ديال الشركة العامة للمطارات. اها. متقبلش كاينة شركة وحدة هي بوحدها اللي مسيطرة على ذاك المارشي 30 عام هذا. داكور. انا ما عمري ما تلاقيت. لا لا عمرك ما تلاقيتش. ما عمري شفتك كاع في حياتي. لا 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 داكور واخا. لا شي كيف ما كاينش هذا. لا بغيت غير نعرف معاه. قال لي قلت اليوسفي وقال وقع بيناتك تويا شي سوء فهم. قلت له راك خدمت معاه 6 شهور فهمتيني وكان معاك. لا 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 واش ماشي اللي كاين في كازا. لا كيفاش؟ ماشي المهداوي اللي كاين في كازا انفا. اين دابا انت كتهضر على المهداوي اللي كاين في كازا انفا؟ وي. عنده شي موقع؟ وي وي تبع عنده موقع ولكن ماشي السميه اللي قلتي لي بديل واقيلا. لا شو سميت الموقع ديالو؟ ما بقيتش عارف بالضبط واش شي اونفا شي حاجه بحال هكا. لا وعنده موقع الكتروني؟ نو ما عندوش موقع الكتروني عندها باج وشي يوتيوب. وتا هو خدم معاه؟ تا هو خدم معاه. ماشي المداوي اللي انت سي المداوي اللي كتسير في فيسبوك وهذا. ماشي انا. وي كيكون شفتي اللي كدير الفيديو في فيسبوك.
اييه ايوا ماشي انت علاش كنهضر هكا دابا سير العداوي مع راه الله ولد راه كنهضر على واحد ماشي انا لا ما زلت لا ولاش وصي هو ما فهمنيش بالضبط هو ما فهمنيش بالضبط عيب الكلام حسن اليوسي ما فهمكش حيت اول لقاء بيني وبين اليوم ما عرفكش حتى كتهضر ما صوناش عليك قدام انت وياه صونيتو عليا وهضرت معاكم ولكن ما عرفتش انا واش انت هذاك راه قال لي انت جالس انت وياه قبيله ودو صون عليا السي حسن وهضرت معاه وقال لك ها هو المهدي وراك لا ما وراكش الصوره ديالك لا ها دابا كاين شي واحد خو سميتو المهداوي حميد عنده موقع ماشي المهداوي حميد سميتو المهداوي عبد اللطيف المهداوي عبد اللطيف وي واخا تصيفط لي الرابط ديالو نشوفو كي داير واش كاين شي بروبليم صح لي لا بغيت غير نفهم وصافي الله بغيت غير نعرف لا 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 راه هذاك حتى انا تكون كل عام كيهضر انا كيحسب لي كيهضر مع السيد عنده اون فاسيسي ها؟ انا كيحسب لي كيهضر مع السيد الاخر ماشي بحال كنت حنا كنهضر على صناد انني تجربه ديالو خدمت معاه وكذا ما انت راه بيني وبينك حتى حاجه زعما صراحه بيني انا وياك حتى شي حاجه لا لا وشكون داك السيد اللي طلبتي له 5000 درهم؟ ما طلبتيش 5000 درهم اسي انا قلت ليه الناس لي زونتريونسور اللي كيخدموا في هاد النوع ديال لي كونتوني كيطلبوا ما بين 5000 حتى 10000 ما طلبتش حتى حاجه انا قلت ليه قال لي هو قال لي كون باسي باش نهضر معاك انت وابخي هو اللي غادي يهضر معاك انا بيني زعما ما غاديش يكون بيني وبينكم داخل انتوما هو غادي يشرح لك غادي يفرط لك لي زيبروف لانه عنده واحد المشكل مع هذيك الشركه غادي يفرط لك لي زيبروف كاملين لانه كيدفع وكذا وكيتم الاخفاء ديالو وكذا 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 وداكشي غادي يبقى بيناتكم انتوما زعما شحال الطلب ديالكم شحال كذا ماشي بيناتكم انا ما عنديش علاقه انا دابا خليتيني انا مني ليهم نتفاهم معاهم انا زعما قلت لك انا قال لي البروبليم في الكونتاكت ديالك فهمت كتشري بس انا نعطيهم الكونتاكت ديالك ونهضروا معاك داكشي بينكم وبينهم وشنو قلتي لهم انت؟ بالنسبه لي وي قلت لهم واخا انا نقلب على الكونتاكت ديالك قلت لك قلت لهم انا دخلت الباج ديالكم ما لقيتش صراحه الكونتاكت لقيت الايميل ديال بديل قلت لهم انا عبد اللطيف ولا حميد؟ لا ما كندويش على السي حميد عبد اللطيف الو استاذ شوف 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 اسمعني هاد المكالمه هذه راه كتسجل هي باش تعرف تكون على بينه انا هذه راه حلقه دايزه والمغاربه غيشوفوا لانك ساتي ليا باش تعرف ساتي ليا بزاف 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 استاذي شوف اسمعني الاستاذ انا بيني وبينك المحكمه اسمعني نقول لك بيني وبينك المحكمه الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير راه ماشي انت المهم انا غنمشي للمحكمه ولا ما كنت ماشي انا سيدي عندك حق دير شي ها انت انا غندير الشكايه ديالي اسمعني ما كاين باس تقدر تكون انا مستعد نعوضك على الضرر انا غنمشي للشكايه ولا تحفظت لك دير شكايه كيديه ومحقق ماشي غيتعاونني ماشي تعاونني على الضرر انا بين كليس انا اصلا كنعرفك ما كاين باس انا دابا سيدي عندي كنعتبر راسي تضررت غنلجا للقضاء انا ما نديرش العداله الخاصه كاين الدوله الحمد لله كاين القانون في البلاد اذا لقيتي راسك مظلوم المحكمه تاخذ البراءه ودعي لي من بعد نعوضك صافي ممكن نهضر عادي؟ ايه تفضل اسيدي دابا انا غادي نجي غادي نهضر عليك وانا ما كنعرفكش دابا اسمعني سوق عسل استاذ الله يجازيك بخير اسمعني اجي اسالني بشكون طريقه السيد دابا شوف انا ما قلت لك والو انا وقع لي ضرر كنعتبر راسي متضرر اسمع لغه القانون كنهضر لك بها اي شخص يعتبر نفسه متضررا ما كياخذش حقه كاين قضاء بيني وبينك انت غدافع على راسك بوسع الاثبات اللي عندك لقيتي راسي تجنيت عليك وشهرت بك في هذه الحلقه عندك حق ترجع عاوتاني وتاخذ الضرر تعوض ما عادي ما فيها باس انا احسن نمشي نتلاقاك ندابز انا وياك راه كاين دوله كاين قانون الانساني علاش تخلق لي انا مشكل واش عرفتي انت الضرر اللي لحقتي للناس انا الحمد لله دابا الصديق ديالي عيطتي قال لي حميد انت راجل مزيان ماشي ديال هادشي وتصوركم ما سقش اخبار وانت خدام وقاس كتفر عليا في الصوره ديالي قدام مغاربه الو استاذ انا هتصور... اسمعني اسمعني انا راس مالي على كرامتي والسمع انا ضربت عليه الحبس لسنين باش نبقى نقي والله يعطيك الستر اخويا انت دابا كتضر الناس ماشي انا انا غير حصلت ربما انت اسمع لي ضريتي لي سمعه الاستاذ انا راه نموت على سمعتي اليوم واش كتعرف انا سمعتي مشيت على الحبس عارفه 30 علاش دوزتها على السمعه عارف باش نبقى راجل وعاد جيت انت في اخر ايام تبيعوا تشري في ظهري راه هو السمعه ديالك راه وصلت لعندنا حنا كنتفرجوا فيك انا ما كنعرفش نهضر عليك وانا ما كنعرفش المهم اخويا بيني وبينك المحكمه هذا اللي غنقول لك بيني وبينك المحكمه علاش اسمع صافي غندير شي كيو ودافع على راسك ما كاين باس اسيدي اسمح لي شفتوا خوتي المغاربه على بشار شفتوا على بشار تصور اخوتي المغاربه انت عايش بحال هكا والانسان جالس كيسالك وكيضرك وانت ما عارفش تصور بحال هادي يكونوا بزاف مثلا علاش هاد الحلقه اثرت
يعني نخدمها ولو انني ما كنبغيش نهضر على راسي في هذه القناه، ما كنبغيش قليل ملي كنجبد الميل ديال الدبابه العبره كاينه يتكرر القضاء على الهدف ديالي. ما انا كنحاول ما امكن نتجنب الحديث على راسي ولا دائما، ولكن شنو هي العبره من هذا الشيء؟ انا نقول لكم العبره من هذه الحلقه شحال فيها من المهمه. الاولى وهذه مهمه بزاف، عدد من الناس كينصبوا على ظهر عباد الله. غنتلاقى واحد القاضي مؤخرا، القاضي صدفه لقيته، السلام سي مداوي بخير كنتابعوك مزيان مزيان تبارك الله عليك داك الشيء اللي كدير مزيان، نقسم لكم بالله اش غايقول لي. قال لي واحد النهار قال لي حكمت واحد الميل فيه شي 4 المليار ولا شي 3 المليار، شي 4 المليار ولا 3. قال لي غدور ليا، قال لي غنتلاقى واحد السيد. داك السيد شنو غايقول له؟ قال له غنتلاقى واحد السيد قال له داك القاضي راه خدا في داك الملف 100 مليون ولا 200 مليون شي وقت. قال لي هذاك الشخص اللي سمع 200 مليون وكيعرف القاضي؟ قال له يستحيل. قال له ذلك القاضي كنعرفو نازيه والله ما يدي منك ريال. ملي غيتلاقاو السيد غيلقاو داك الشخص غير نصب، قاضي لا علم له. قيسوا على هذه، ما كنقولش القضاة، كاين بعض القضاة سامحهم الله، ولكن تاكدوا كاين في عدد من الناس المصريه كينصبوا باسم القضاة. كيجي لك الجلسه كيتصنت كيشوف المرافعات في غادي، وبحكم تجربته نصبه واحتياله وكفاءته كيولي عرفت الحكم في غيبشي. كيتصل بالسيد تيقول لك عارف القاضي، وكيعطيه السيد الفلوس. تصور مثلا دابا شحال واحد نصب باسم قاضي، شحال واحد نصب باسم طبيب، شحال واحد نصب باسم صحافي، شحال واحد. دابا علاش هاد الحلقه مهمه؟ انا خوتي المغاربه كنقول لكم من هنا مادام جاب الله هاد الفضيحه، راه انا ما عمري طلبت من عند شي واحد شي فلوس وما عمري تبزدت في شي ملف. هاد الموقع ما كيتلقاش فلوس اخوتي المغاربه، هاد الموقع كيعيش بالكفاف، عنده الموقع ديالو اليوتيوب المداخل ديالو. وسبق لي قلتها لكم في مناسبه ولي الشرف، منين كنزير ما عنديش المداخل ما قدتنيش ولا شي ظروف ما عارف فين دخلت فيها، عندي اصدقاء ديالي ناخذ معهم نتسلف نرجع لهم ما يبغوش ياخذوها ولا احيانا ياخذوها، هذا شان. عندي صحابي، عندي صحابي محدودين، ويجي بعض البشر والله الذي لا اله شكون ما بغى يكون والله ما نتعامل معاه، ولا ما كانوش دوك صحابي بالضبط والله الا دقيت شي باب شي واحد اخر. عندي صحابي محدودين، عندي صحابي محدودين، واخا يكون كنموت عندي صحابي محدودين وعندي المدخول ديالي يوتيوب. اذا ها هي رساله اخوتي المغاربه، اي واحد ينصب مع ينصب يجي يقول لكم مهداوي فراه نصاب، وكنتحدى وانا ما كرهتش هذا الشخص اللي جبد في تيفلت. اي واحد تار الاسم ديالو معايا بغيتو يخرج يفضحو خاصو يخرج يهضر، واي واحد جبد موقع بديل كيما بغى يكون طبيعته اخوتي المغاربه خاصكم تصدوا له وتعرفوا هذا راه كذوب. الهدف الاول. هدف ثاني مهم من هذه الحلقه هو المواطنين. حنا في هذا المغرب كنهضروا بزاف على المخزن وعلى الدوله وعلى السلطه. سمح لي قلت لكم في مناسبه اخرى ان الفساد في المغرب ناساقي. المشكل ديال الفساد في المغرب انه ما مركزش بلاصه واحده، عندك بعض دوائر السلطه، سياسيين بعضهم، برلمانيين، والمواطنين. دابا هذا المواطن نبداو بهذا، تصور على حساب روايته ياك انت كتصاوب الصفحات والموقع، وهذا الولد شاب لشي في وجهه تحشم تنشر له صورته، علاش انا ما بغيتش نادي له ديك الخطيبه ولا ديك حياته نشر له صورته؟ رغم انني عندي كل حق نشر عليك اللي بغيت. ها تشوف باش تعرف، باش تعرف انا شكون انا، باش تعرف نشر عليك اللي بغيت. ها الصحافه الماده 2 من القانون 89/13، مهنة جمع الأخبار والمعلومات والواقع، نجمع لك المعلومات والصور ديالك وحياتك، مهنة ديالي ديالي بحالك هو كنجمع الصور، ولكن راعيت لديك ما بغيتش نخسر لك ديك حياتك الشخصية. ثانيا اسمع اسمع مزيان، حتى في المعطيات الشخصية خصك الرضا مع هذا الشخص، ولكن حنا الصحفيين ما عندناش. قال لك غير أن الرضا، المادة 4، غير أن الرضا لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية. بحالاش؟ نمشيو للأخرى المهمة، الاحترام التزام قانون يخضع اليه، الحفاظ على المصالح الحيوية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام. حنا الصحافة كنديروا مهمة تدخل ضمن الصالح العام. أنا هذه المادة هذه راه ماشي غير على راسي، كنبه الشرطة في تيفلت، كنبه النيابة العامة في تيفلت، كنبه المجتمع، كنبه المجتمع من وجود واحد المجرم مفترض. حنا سيدي نحترموا راسنا. إذا لتنفيذ مهمة تدخل في إطار المجتمع. أنا دابا كنعالج معطيات شخصية لتنفيذ مهمة اللي هي الصحافة، الصحافة تخدم المجتمع. نجي كاع حتى المادة لا بغيتي 6، حدود الإخبار، ما نخبركش كاع. لا يطبق الحق في الإخبار النص عليه في المادة 5، لمن؟ على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحفية. دابا أنا كندير هذه المعطيات لأغراض نعاود ثاني الصحفية وبلا ما ندخل. عندي واحد ويسهر المادة 17، يسهر مدير النشر ويتحقق من الأخبار ومن المعطيات، لأن احنا عملنا شبه قضائي الصحفي.
جاتني واحد الفرصه بعد المره كنهضر على القضاه وانا كنبغي عاوتاني كاين اشياء جميله مره نذكروها فهاد نفتخر بقضاتنا. عندنا بعض القضاه رائعين اخوتي المغاربه، عندنا بعض القضاه وما اكثرهم والله تتفتخر بهم المملكه المغربيه. من جبناتهم هذا القاضي كنجبدو مره الجبيري، تصوروا قبيله كنهضر مع واحد المحامي قال لي حميد واش شفتي واحد القاضي الجبيري؟ قال لي كنا كنناقشوا نويا هذا الموضوع، قال لي انا غنصيفط لك واحد الحكم رائع ديال القاضي الجبيري هو رئيس نادي قضاه المغرب. قلت له صيفطوا لي شوفوا شنو فيه. هذا القاضي الجبيري حكم على ذاك الرئيس ديال جامعه السي الطيبي اللي لقاوه برشوه، وشي واحد صوروا بالتليفون وكذا الدفاع ديال داك الجبيري مع تنشر فيسبوك قالوا ما عندوش حق يصور وما عندوش حق وما عندوش حق. لاحظوا ملي يكون عندك قاضي فنان، راه قلت لكم واحد المره كاين القانون وكاين روح القانون، وقلت لكم واحد المره راه العداله ما كتوجدش في النصوص، كتوجد في ضمير القاضي. راه الا عندك قاضي فيه خوف الله وعنده ضمير حي واخا يكون النص معنكش القاضي كيطوعوا وفق الحقوق الناس، راه الا عندك قاضي سوقو خاوي وتافه ومرعوب ويكون النص ها هو حقوق المت يبقى يعوجوا لك وحيتو ولا كذا ورا ما عرف كيفاش وما بغيتش ندخل في شي تفاصيل اخوتي المغاربه، يدخلك في شي حوايج ما تبقى هكا تشوف ويجبد لك كذا، ولكن ملي يكون عندك القاضي مزيان. علاش كنقولوا القاضي هو اهم حاجه في العمليه القضائيه؟ هذا القاضي الجبيري ملي جاب له ذاك القاضي ذاك الدفاع وقال له التصوير والتسجيل شوفوا واش غيجيب له، جاب له اتفاقيه ديال ملاحظه الفساد اللي مصادق عليها المغرب وخارجه في الجريده الرسميه، ودار واحد التفسير رائع الماده 447. هذيك الماده 447 وانا بصفه هذه الحلقه هالحلقه علاش مهمه اليوم؟ انا كندعو المشرع المغربي يعاود النظر في 747. نقرا عليكم بعدا شنو كتقول 747 باش تعرفوا فين كنهضروا. الماده 747 كتقول لك يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات وغرامه من 2000 الى 20000 درهم كل من قام عمدا وباي وسيله في ذلك الانظمه المعلوماتيه بالتقاط او تسجيل او بث او توزيع اقوال او معلومات صادره بشكل خاص او سري دون موافقه اصحابها. طبعا هذا النص ما كينسحبش على هذه الحلقه ديالنا، لحقاش هذيك كيقول بحالاش واحد قاسه ومرته امور حميميه، ناس كيهضروا شي امور خاصه، حياه خاصه، جلسه خاصه سريه، ماشي في احيان ماشي كتضمن افعال مخالفه للقانون، ملي كتضمن افعال ما عندهاش علاقه بهذا النص. هذا القاضي في الزوين شوفوا التفسير اللي داير لهذا النص وريب لذاك الدفاع، سمعوا اش غيقول القاضي؟ ملي يكون عندك قاضي رائع وحيث انه بتامل المحكمه في مقتضيات هذا الفصل يستشف ان المصلحه المراد حمايتها جانبي المقتضى هي خصوصيه الاقوال والمعلومات الصادره بشكل خاص او سري اما بمنع التقاطها او تجريها بغرض الاحتفاظ بمضمونها عند غير من صدرت عنه واما بمنع بثها او توزيعها بين الاغيار من عموم الناس بعد ذلك الالتقاط والتسجيل. طبعا ما كنهضروش على الصحافه، حنا كنهضروا على المواطنين لان الصحافه قانون خاص. وحيث اسمعوا المغاربه هذا القاضي شحال رائع، جيب لي هذا التعليل، وحيث انه انسجاما مع ما ابتغاه المشرع من هذا المقتضى فان حمايه خصوصيه تلك الاقوال والمعلومات تسقط من وجهه نظر المحكمه كلما استجمعت ثلاث شروط متضافره فيما بينها، وهي ان يتم التقاطها او تسجيلها من قبل من كان طرفا فيها بحال دابا حنا طرف فيها وصحفي وليس الغير، وان يكون ذلك بهدف تقديمها للقضاء، طبعا غادي تمشي للقضاء الى جانب كما قلنا اغراض صحفيه المحتويات الشخصيه، كذلك اسمعوا اخوتي المغاربه كدليل قضائي لبسط سلطه هذا الاخر عليه، ثم ان تكون تلك الاقوال والمعلومات في ذاتها فاقده للشرعيه مخالفه للقانون. ما تقولش اسمعوا المغاربه حياه خاصه كذا كذا كذا، حياه خاصه ملي كتكون عندها الشرعيه، كلام مثلا انا موظف جالس، الناس جالسين في الترامواي وانت كتسجلهم، الناس كيهضروا في الطوطور وتهضر خاويه ولا في التران ولا في كذا، ولكن الناس كيكونوا يتآمرون على أمن الدولة ولا على جريمة من الجرائم، هذه الأقوال فاقدة للشرعية ومخالفة للقانون، حي الله هذا القاضي هذا الجباري. أنا كنتوجه للمشرع في هذا الشيء، شتي هذا النص هذا بعدا يقيد محاربة الفساد، شتي واضعه نقسم لكم بالله وقلت لكم في مناسبة أخرى، ما كاينش الخراب ديال هذه المملكة المغربية قد السياسيين، حيت علاش؟ واخا حنا المغرب كنتقلقوا من راه ما كنضركش على واحد غير فهموا العملية، دابا حنا كنتقلقوا من الوكيل الملك ومن القاضي ومن العامل ومن الوالي ومن القايد ومن البرلمان، مزيان كاينة بعضهم، ولكن اش نشوفوا أصل الجريمة منين راكبة؟ الوكيل ولا القاضي ملي كيبغي يطبق عليك يطبق عليك واحد النص قانوني، هذاك النص فين تصاوب؟ تصاوب في البرلمان، إوا صافي. إذا جميع القوانين اللي كنتأداو بها كتحمي الفساد أو كتدافع على الفساد أو عقوبة صغيرة، راه أصلها غرفة البرلمان، غرفة البرلمان شكون؟ السياسيون. هاد السياسيون واش متحكم فيهم؟ هذا نقاش غندخلو فيه إيديولوجي، ولكن ظاهريا كنهضر أن الإجرام يقع في البرلمان.
لان كنتحكموا حنا في المغاربه بالقوانين، قوانين الملكيه، قانون الضرائب، كلشي كيخرج من البرلمان، حياتنا هي البرلمان. هاد القانون شكون دوزو؟ كيما القانون ديال عدد من الحوايج، دابا رجع على السول، راه اخطر القوانين كدوز في البرلمان والمغاربه ما كاينش، حيت ما عندناش متابعه وما عندناش مواكبه. حتى كيجي المغربي تيقول لك وفرضوا عليا ضرائب، ورا داز القانون فيك انت، الاراضي السولانيه، ورا داز القانون فيك انت، الاراضي، عدد من القوانين كتخرج دابا وكاين اللي غيكون عندها مشاكل في المستقبل. والناس ما كيتبعوش، الناس حاضرين ما كاينش نقاش وسط المغرب ما مواكبنش المخاطر اللي كدوز من القوانين، كاين هيونه بالصداعات والقوانين غازه كدوز. هاد 447 المغربي شكون عايش شكون يبغي يحارب الفساد؟ بحال دابا نمشي لكم 445 من القانون الجنائي، والعداو هاد النص لاش 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 هاد النص وشو العقوبه ديالو قداش؟ يلاه كيقول لك نحاربوا الفساد مكافح، دابا المغرب مصادق على مكافحه الفساد، المغرب داخل في استراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد من 2015 ما عرفش فوكاش عاد سالي باقا كاع ما عرفناش نهايتها، المغرب داير الهيئه الوطنيه لمحاربه الرشوه، المغرب خطابه الرسميه كامله كيهضر على محاربه الفساد، انا نشوفوا المغرب يبغي يحارب الفساد 445 اش كيقول لك النص؟ 405 اذا من ابلغ باي وسيله كانت وشايه كاذبه ضد شخص او اكثر الى الضباط القضائي ولا الضباط او الى الهيئه المختصه طف طف طف، كذلك من ابلغ الوشايه الى رؤساء المبلغ ضدهم او اصحاب العمل يعاقب بالحبس من 6 شهور حتى 5 سنوات، جنحه تاديبيه. دابا بغيتي تبلغ على شي رئيس ديالك شو دار شي حاجه ما عندكش وسيله اثبات تقلبت عليك، علاش المغاربه ما كيبلغوش؟ هذا النص يقيد محاربه الفساد، هذا النص ضد الاتفاقيه لسان المغرب وضد الدستور ضد الاخلاق، على الاقل الوشايه الكاذبه دير لها غير واحد 6 اشهر، دير لها غير واحد 4 اشهر، حتى بنادم لا جاي يحارب الفساد وغامر وطاح ما كاين باس، ملي كدير له 5 سنين تيقول لك انا غدا غتقلب عليا القفه، 264 وسبق لي قلتها، نفسه حتى هو التبليغ على الجريمه الخياليه، مشيتي بلغتي نعم سيدي السلام عليكم السلام، بغيت نبلغ على واحد الجريمه، زيد في البلاصه يقول لك يعتبر اهانه ويعاقب بهذه الصفه قيام احد الاشخاص بتبليغ السلطات العامه عن وقوع جريمه، يعلم بعدم حدوثها. انا شفت واحد السيد قدامي كيسرق. شفتو ما عنديش وسيله اثبات، شفت موظف قدامي كيضرب سجين، كي غندير لها؟ ما عندي كاميرا، واش كيشي سجين يشهد لي؟ في البلاصه جريمه خياليه، علاش هاد النصوص يعني بهاد، علاش كنقول خاص اعاده النظر في هاد السؤال، علاش الناس ما يصوروش التليفونات؟ حيد حنا الصحافه ما عندنا مشكل، حنا عندنا الحق ديال، لا كنهضر على المواطنين المجتمع المدني، علاش؟ علاش انا علاش علاش انا عجبني ذاك النص ديال، علاش عجبني النص ديال ذاك القاضي؟ هذاك القاضي شنو كيقول في واحد لابارتي؟ سمعوا المغاربه سمعوا. وحيث ان مما يزيد هذا المنحى التفسيري خصوصا فيما يتعلق بالفعل يشكل مظهر من مظاهر الفساد كما في نازله الحال هو ما كرسته الفقره د من البند الف من الماده 13 من اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد والمصادق عليها من طرف المملكه المغربيه، اذ كرست ضروره احترام وتعزيز وحمايه حريه الافراد والجماعات في التماس المعلومات المتعلقه بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها شريطه مراعاه حقوق الاخرين وسمعتهم وحمايه الامن الوطني والنظام العام وصون صحه الناس واخلاقهم. علاش كيعجبوني القضاة؟ انا بعض المرات كنت في البقري قلتها تيكون عندك شي حكم قضائي عامر بايات الله، عامر بالقران، بالاحاديث، عامر اتفاقيات، عامر بالشهادات القضائيه المصريه الفرنسيه الدستور القانون، كتحس بالحكم حتى انت لدنتي كتكون شبعان، ماشي بحال واحد الحكم باغيش نجيب دوره طولت فيه الهضره راه كيطلع لي الدم وحيتو جريمه شكليه با ما كتحس لا باجتهاد لا باغي تقرا لا باغي تفهم لا والو، كتحس الحكم جاهز غيطحنوك. دابا شوف هذا القاضي مشى الاتفاقيه وشوف كيفاش كيقنعنا. اذا هذه الاتفاقيه اللي صنعها المغرب كتقول لك ايوا علاش المغرب؟ دابا انا مشيت للباركينغ كيجي لي واحد تيقول لي خلص لي 20 درهم كلمة جوج جبد موس وضربني ولا ضرب شي واحد، كان عندي نوثقها. علاش ونصور هذاك راه نصور بوجهه وبمنخره وبعين، علاش السلطات دايره هاد التقييد؟ باش ما نحصروش الفاسدين في المستشفيات والاطباء بعضهم والقضاة بعضهم والمحامون بعضهم والبرلمانيين. شوفوا المنحة ديال المشرع، كيما ذاك الاطراء من غينا لك هذا. دابا انا جالس كنهضر مع شي واحد في الباركينغ خسر معايا الهضرة ما نصوروش. دابا هذيك الجريمة اللي عقلت عليها ديال الدار البيضاء. هذوك الناس اللي في دوك المبلغين عقلتو واحد المضللين ضلوا المركز ديال البوليس في الرباط عطاو واحد المعطيات وخرجت الاداره المركزيه في الرباط خرجت واحد البلاغ طبعا على الحسنيه لان الاخرين ضلوهم دوك المواطنين. شكون ما كانش ذاك الفيديو وصورت ديك البنت ولا ذاك الولد هو اللي عطانا الحقيقه كانت ضاعت والجاني غيفلت منها وضيع الحقيقه. هذاك اللي صور خصو الاذن. دابا ما خصك الاذن كيفاش الاذن؟ دابا المجرم غنقول بحال دابا انا غنصورك غنسجلك وجد راسك باش تورط راسك. علاش الناس ما تصورش؟ علاش المواطنين علاش هذا الاذن وخاص الاذن وكيتخلى تصور ليا
الحياه الخاصه في بيت النعاس ولا دخل لدار الناس ويدخل للفيلا ديالو، دخل لطوموبيلته، دخل لعلاقته، صو هذه كلها حياه خاصه خاصها تحترم. ماشي يا عباد الله كيكونوا في فضاء عام وفيه جريمه، سيد جاي عساس على الطوموبيلات وكيقول له حط لي 500 ولا ويبدا يسبك، كي غدير توثق؟ مشيتي للمحكمة الشهود ما كاينش هما تصنتوا شنو؟ وعندك تليفون وثقة ما تكذبش عليه وخلي القضاء يغربل. اسي وهبي اللي قال لا والفيسبوك وجي اسيدي خلينا نتصور. ثالثا حينما اصبح الامر وتصدر القانون الجنائي كل من يملك هاتفا يصور الناس في حياتهم الخاصة وخروجها للعلن باي حق؟ المواطن المغربي محصن في حياته اذا كان مارا او عنده مشكلة ليس لها الحق ان تصوره أو أن تخرج صورته أو أن تتحدث عنها في الواتساب، لأن هذه الفوضى الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تقف احتراما للأسر واحتراما لبناتنا وأولادنا وللعائلات كلها. أنا صارم في هذه الأمور، أنا يهمني أن المواطن المغربي يسير في الشارع وهو محترم، يسير في الشارع ولا أحد يتعرض له، يسير في الشارع ولا أحد يصور له، وإذا كانت له مشكلة لا يتم نشرها على العالم. كلنا نرتكب أخطاء، كلنا نرتكب مشاكل، اخير الخطائين. يصوروا الناس ويسجلوا الناس، راه خاص التصوير وخاص تجي توثيق الجرائم. شكون اللي يفضح المغرب؟ شكون اللي يفضح الفاسدين قد الفيسبوك والتوثيق اخوتي المغاربه في هذه السنوات الاخرى؟ لاكم كان الفيسبوك والتليفونات كور عدد من الجرائم، كور دار ما بغى، راه التليفون هو اللي يرضى عباد الله، راه التصوير والتسجيل هو اللي خلانا نجمع راس. العقوبه مهمه، العقوبه مهمه. اذا قلت هاد الحلقه هذه الغايه ديالها تنبيه الشرطه ديال تيفلت لهاد الجريمه، تنبيه النيابه العامه، الدفاع على المصلحه العامه تجاه هذه الافعال الخطيره، ثم تشريع اعاده النظر. خاص اعاده النظر في 447، اعاده النظر في 445، اعاده النظر في 294، وخاص دار شي خليه في وزاره الداخليه ولا فات هيلي سمعوا شي حاجه خوتي. وهذاك الشيء الوهبي ديال راه عباد الله راه كيزيد يكرس الفساد ما يدعو اليه وهبي. ثم نقطه اخيره غنختم بها هو المواطن. المواطن ماشي سهل. انا حتى ذاك المواطن اللي كان معنا ما تنتفقش معاك الشريف، انا ما بغيتش ندير الصوت ديالك، ولكن اسمح لي نقولها لك انت وغيرك، خاص الناس تكون فيها خوف الله. انا الربح سيدي ربي، والربح ضميري، والربح الوطن، ونحاربوا الجريمه، واخا نخسر ذاك الشخص واخا يكون مع عائلتي، حيت غتسائل امام الله، من راى منكرا فليغيره ولا تكتموا الشهاده. حنا كنقولوا المغرب دابا انت دابا علاش جاي عند المهداويه الشريف؟ ضررتي بشي فاسد من شي قنت وجاي باغي نهضر عليك، ايوا ها واحد فاسد حداك، علاش ما بغيتيش تبان في الصوره ولا ما ناديتش كما كيقولوا هو؟ وهنا كنستروا على الجرائم، علاش؟ واخا يكون خوك، واخا يكون باك، اسمح لي هذا راه كيأدي، يقدر يأديك انت يأدي اخر. دابا شحال من واحد في تيفلت غيتأذى من هذا الشخص؟ شحال من واحد غيتأذى منه دابا؟ وعلم الله شحال هضر بسميتي وشحال من لساني، هذه خاص يدير ربي مع شاكيب مصبر صديق. ربما ادي وشحال من واحد كادي عباد الله بهذه الطريقه؟ بالعكس خصنا نصبروا. دابا الناس كيقتلوني في المغرب باغي نغير وباغي التغيير، كتقول لهم واخا ضحيوا شويه باش نغير. لا ضحي انت المهداوي وضحي انت الصحفي فلان والصحفي وانت باغي الناس اللي ياخذها غير فابور، ما باغي يخسر لا السمعه لا صحابه ولا، وباغي المغرب يتغير. وباش يتغير المغرب؟ وعاونونا انت مواطن براسك، علاش باغي تستر هذا؟ علاش؟ إذا أنت كتخون ضميرك وتخون الله عز وجل وتجي عندي تهضري على شي واحد ظلمك في شي قنت آخر، وأنت براسك ظلمتينا وظلمتي المجتمع ملي تسترتي على هذا السيد. إذا الأزمة في المغرب بنيوية، ها هو المواطن، هذا خدام وعنده صفحة وعنده ودار يرزي راسه. تصور البشر الطمع، الناس كتخدم معاه ب 1500 درهم والله ما يحطوا يديهم على دير عباد الله. أنت دابا شاب في مقتبل العمر وعايش في التكنولوجيا وتجي وتهبط لك هكا بهذه الطريقة، وكيفاش كتشوف في المراية ملي كتشوف راسك حالك؟ كيفاش كتمشط؟ كيفاش كتقاد اللحيه؟ علاش شتي اللحيه مطراسيه؟ كيفاش كتحس بالفخر كانك انسان وانت من داخل مخروق اخلاقيا؟ واش هذه طريقه؟ واش تبغي شي واحد يدير لك بسميتي؟ شتي تهضر بسميتي انا كتنصب. انا كنهضر مع هاد السيد وكنهضر مع عدد من الناس بهذه الطريقه، كيفاش تمشي تنصب؟ تجي سالا فلان كنعرفوه انايا وتهضر بديك الطريقه علينا احنا في مسائل، وملي عيطت لك السي المهداوي ولا ضيف، مابقاش المهداوي ملحد، انت دابا عاد تقول لي سيدي ربي كيفاش كنفكر مع الله؟ دابا هذا بشر هادو اخوتي المغاربه، هادو واش هادو دابا بنادم هادو؟ يأذيك في اخلاقك وياخذ الفلوس ويدخلها في جيبه، وعلم الله كما قلت شحال نصب على. ومع كامل الاسف انا نبهت اخوتي المغاربه، اخوتي المغاربه هذا الموقع سمعوا يكذب عليكم شي واحد، هذا الموقع ما كياخذ حتى ريال، شي نهار شي واحد كيبقى هذه درتها شهاده عقلوا عليه، راه كينصب عليكم.
واللي عنده شي حاجه ينشرها عليا اخوتي المغاربه كيما بغى يكون طبيعته. وبغيت اي واحد ينصب شي واحد وعطاه فلوس هالعار هذه فرصه لما جبدوه وصيفطوا ليا نشروه. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.